خلوني ابتدي معاكم بموضوع اعتقد انه ما هياش المره الاولى ابدا اللي نتكلم فيه، وما هياش المره الاولى اللي يبقى فيه سجال ما بين الرد المصري حول مساله حقوق الانسان في مصر والاتهامات او الادعاءات او التقارير الدوليه. بالمناسبه التقارير الدوليه تصدر عن اي بلد، لكن اعتقد في الفتره الاخيره، والحقيقه انه من سنه مصر علشان تقفل هذا الباب، بقول لحضراتكم ان احنا بقالنا سنوات في باب مفتوح كده بتنسيق بقدر كبير من الامور اللي يجانبها الحقيقه في كتير من التفاصيل. يعني سهل جدا انك تاخد عنوان مش حقيقي مش مكتمل وتجتزئه وتعمل بيه مشكله حقيقيه وتصدرها للخارج، ده اللي مصر بترفضه. مصر عمرها ما قالت احنا حلينا كل مشاكلنا الداخليه. مصر بتتكلم طول النهار، بنتكلم عن لجنة العفو الرئاسي، عن إعادة تقدير فكرة الحبس الاحتياطي، مصر بتتكلم عن حقوق الإنسان وبتعمل مجلس لحقوق الإنسان وتعيد تشكيل وتعيد إصدار ميثاق أو وثيقة حقوق الإنسان من سنة فاتت لو حضراتكم فاكرين. أنا بس عايزة أشارك حضراتكم بالخلفية دي قبل ما نتشارك كمان بأنه النهاردة مجلس النواب أصدر بيان رد على قرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر. مجلس النواب اتكلم أنه امبارح ظهر هذا القرار، وبحسب مجلس النواب الرد كان كالتالي: أنه قرار هذا البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصر. البرلمان أكد على ثلاث أفكار أو ثلاث عناوين اعتبر أنها مسيئة وغير حقيقية وغير دقيقة وبعضها غير ممكن. أولها الكلام عن أنه في إعدام للأطفال في مصر، دي حاجة احنا حتى وإحنا بنسمعها كده من الرد، الحقيقة أنه الوصول إلى البيان الأصلي صعب شوية، لكن دي مسألة أعلن البرلمان رفضه التام ليها. المسألة الثانية هي مسألة أنه حالة الطوارئ، حالة الطوارئ متوقفة من مصر لكن البيان بيقول أنها ما زالت مستمر. الحديث عن علاء عبد الفتاح وعن أسماء أخرى والنظر في قضاياهم أيضا بجزء من الحقيقة مش بكل الحقيقة. إحنا معنا على تليفون سيادة النائب طارق رضوان، عضو رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، واللي ببساطة ممكن يلخص لنا هو بيان كبير هام وبيرد على أو بيفند كل ادعاءات البرلمان الأوروبي. أستاذ طارق رضوان، ممكن يشرح لنا السؤال اللي محيرني أنا شخصيا، هل هو يعني ترتيب ممنهج ومحاولة ممنهجة للنيل من مصر تحديدا، ولا هي جهود بتتحرك في هذا الاتجاه فبتحرك الرأي العام العالمي وتحديدا البرلمان الأوروبي كل مرة في هذا الاتجاه؟ مساء الخير أولا دكتور طارق. مساء الخير دكتور. سيادة النائب، أولا خلفية هذا البيان، ليه مجلس النواب اهتم جدا أنه يرد على هذه النقاط، وكيف قرأتم قرار البرلمان الأوروبي؟ رد مجلس النواب اليوم على البيان الصادر من قبل الاتحاد الأوروبي، برلمان الاتحاد الأوروبي مساء أمس أو يعني ظهر أمس، ما هو إلا نتاج لمحاولات البرلمان الاتحاد الأوروبي في الاستمرار في سلسلة المغالطات والأكاذيب والإدعاءات المخالفة للحقيقة والتي لا تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. زي ما حضرتك تفضلتي في معرض حديث حضرتك في الأول أن مصر لديها تحديات، ولكن الاستمرار في تقليل ما قدمته مصر من إنجازات في ملف حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح أصبح غير مقبول. فإذا كنا نتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان، خلينا نرجع 10-15 سنة وراء ونقارن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وما حدث الآن من تنمية في ملف حقوق الإنسان. لو بنتكلم على أوضاع حقوق الإنسان، أوضاع حقوق الإنسان لا تتجزأ، يعني ما ينفعش أتكلم على الحقوق السياسية وأغض البصر عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والأمور التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر.
استمرار برلمان، تحديدا برلمان الاتحاد الاوروبي، في تصدير قوالب بغض النظر عن مجريات الامور الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه في الدول، ما هو ما ينم على جهل. هو انا كمان سياده النائب، ده سؤالي تحديدا، انا كمان يعني رجعت كده اقرا شويه عن الموضوع، لقيت انه تقريبا بشكل سنوي يصدر بيان بهذا السياق وتختلف التفاصيل، رغم انه مثلا سيادتك وفي لجنه من البرلمان كنتم في البرلمان الاوروبي، قدمتم شرح البرلمان الاوروبي ووفد البرلمان الاوروبي زار مصر. قل لي حضرتك ازاي شايف هذا التكرار وهذا الاصرار رغم كتير من التوضيحات؟ يعني اذا افترضنا جدلا انصاف حقائق بتصل اليهم باشكال مختلفه، طب ما احنا بنقدم الحقائق. لا هي مش انصاف حقائق، هي اجندات ممنهجه يا فندم. يعني زي ما حضرتك قلتي دلوقتي، يعني ما كان عندنا في ابريل الماضي، تحديدا في 13 ابريل 2022 كان السيد ايمون جيلمور وهو مبعوث الامم المتحده الاتحاد الاوروبي عفوا لمصر، قام بزياره التقى في خلالها وزراء تنفيذيين، وكذلك أتى إلى البرلمان واستقبلته في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وكذلك أيضا زميلي النائب محمد هيبة عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ استقبله، واستتبع هذا أيضا عدة لقاءات مع المجالس القومية المختلفة، سواء كان المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة أو المجلس القومي للإعاقة أو المجلس القومي للأمومة والطفولة. والحقيقة استتبع هذا عمل تقرير قوي جدا في حق مصر، وأشاد السيد جيلمور بحجم الإنجازات التي تمت في على ملف حقوق الإنسان تحديدا في مصر. استتبع هذا أيضا الإشارة في تقريره لزيادة حجم حقوق المرأة تحديدا والطفل وذوي الإعاقة من تمييز ايجابي لاوضاعهم في مصر، يعني واشار في تقريره لتمثيل المراه في البرلمان وكذلك السلطه التنفيذيه بالوزارات والهيئات التابعه لها، سواء كان محافظه وايضا بنتكلم على السلك القضائي. ايضا سياده النائب، حضرتك كمان في بيان مجلس النواب النهاردة أو في رد مجلس النواب النهاردة كان في نقطة مهمة جدا، أنه بيان الاتحاد الأوروبي أغفل كل جهود اللي حصلت في كوب 27، أغفل مشاركات الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية. هل حضرتك شايف أنه بناء على كل المحاولات اللي كانت بتحصل في كوب 27 لتشويه صورة مصر، قد يكون هذا البيان استمرارا لهذا؟ هو ده مش استمرار، ده هو النهج او يعني الخطه الموضوعه او الاستراتيجيه الموضوعه لمحاوله الضغط على مصر في الملفات التي تمس حقوق الانسان. فاذا كنا نتحدث عن هذا، لماذا تم اغفال او غض البصر عن الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان التي اطلقها السيد الرئيس في سبتمبر الماضي، وما استتبعه من التزام من قبل السلطه التنفيذيه بضمانه من السيد الرئيس، وايضا دور المجلس النواب في الرقابه على اداء السلطه التنفيذيه والضامن الحقيقي للمواطن ومنظمات المجتمع المدني بشكل خاص على تنفيذ ما جاء في طيات الاستراتيجيه الوطنيه من تشريعات او التزامات تنفيذيه من قبل السلطه التنفيذيه. ايضا لماذا اغفل الغرب او برلمان الاتحاد الاوروبي تحديدا اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي والتي استتبعها صدور قرار السيد الرئيس او قرارات السيد الرئيس بالعفو عن ما يقرب من 1200 سواء سجين حصل على احكام نهائيه او مساجين او محبوسين احتياطيا على ذمه قضايا تتعلق بالراي. طيب عندي سؤال. البرلمان الاوروبي استحداث مصر للحوار الوطني وتقسيمه لسماع الراي والراي الاخر من الاغلبيه ومن المعارضه، ومحاوله انصهار هذه الاراء في اطار
توصيات يتمخض عنها تشريعات في المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب كنتاج للحوار الوطني. لماذا الإخفاء ومحاولة شخصنة قضايا حقوق الإنسان بأشخاص صدرت في شأنهم أحكام قضائية ولا شأن للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في التدخل أو تضارب السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطات المختلفة؟ أنا كمان يا سيادة النائب عاوزة أخد مثل من الإدعاءات اللي المجلس رد عليها النهاردة، هو إدعاء مرعب بالحقيقة، فكرة إعدام الأطفال. تفنيد هذا الأمر أعتقد أنه أمر ما فيش أسهل منه. أفهم جدا أنه في فرق، أنه في بعض الدول عندها الإعدام كله بشكل قطعي ومن ضمنها أوروبا طبعا، أنه يعتبر من الأمور الممنوعة. لكن فكرة أنه يتهمك بتهمة زي دي، إزاي نقدر نرد؟ وأنا عارفة أنه البيان كمان رد عليها بشكل حاسم جدا. أعتقد أن يعني لن أجد أكثر من الآية الكريمة: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هم يرفضون الاستبيان أو استبيان الحقائق الخاصة بهذا. الرافض الرئيسي لاستبيان هذه المعلومات كبرلمانيين هو البرلمان المصري المنتخب من قبل المجتمع المصري. لماذا لا يتحدثون معنا ويفتحون لنا المنابر كما يفتحون للطيارات الممنهجة أو الموجهة ضدنا؟ ده سؤال أعتقد ممكن يكون فيه إجابة على كتير من المغالطات. أخيرا سيادة النائب، أنا بعتذر أننا أطلنا عليك، بس أخيرا إيه اللي ممكن يترتب على هذا البيان أو إيه الآثار المترتبة؟ ولا أي شيء، لأن هذه تصدر فقط للشو الإعلامي وهي ليست ملزمة كبيانات أو توصيات جاءت في سياق هذا البيان للدول المعنية أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أؤكد مرة أخرى بصفتي نائبا عن الشعب ورئيسا للجنة حقوق الإنسان أن منبر البرلمان المصري منفتح على الجميع، نستمع للرأي والرأي الآخر، مستعدين للتحاور، مستعدين لتقبل النقد، ولكن النقد البناء المرسل من الصديق والداعم وليس بلغة الاستعلاء التي جاءت في طيات هذا البيان. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأعتقد أنه هذا رد مهم جدا. الذين يعتبرون أن نصرة المجتمع الدولي وأنك تقدم صورة مغلوطة عن بلدك المجتمع الدولي هو نصرة ليهم، زي ما سيادة النائب قال هذه بيانات لا قيمة لها إذا كنا بنقيس بحجم البيانات. مرة تانية مشاكل الأوطان الداخلية تحل داخل الأوطان مهما كانت التفاصيل، والحقيقة أنه في هذا السياق تحديدا التفاصيل في صالح الحقيقة، يعني اللي بتقول لك أنه ده كلام مش حقيقي جملة وتفصيلا.